بعده. فضيلة الشيخ، هناك شخص لا يصلي الفجر والبقية على حسب راحته، هل يعتبر كافرا أم لا؟ لا يصلي الفجر لا قبل لا مع جماعة ولا وحده. هذه مسألة اختلف فيها العلماء. الذي يترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها بدون عذر، من العلماء من قال إنه كافر، وإليه ذهب بعض السلف وبعض الخلف، وهو رأي الشيخ عبد العزيز بن باز في وقتنا الحاضر أنه إذا ترك صلاة واحدة بلا عذر حتى خرج وقت فهو كافر. لكن الذي أرى أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة مرة، وأن الذي يصلي ويخلي مع إقراره بوجوبها لا يكفر، لكن يعد من أفسق عباد الله. يعني مثلا لو يصلي ويخلي هذا، إذا قلنا لا يكفر فذنبه أعظم من الزنا وشرب الخمر وقتل النفس، لأنه أتى أمرا يرى بعض العلماء أنه كافر. نعم.